يترقب الليبيون جلسة مجلس النواب غدا الاثنين لمتابعة الاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الحكومة، في وقت يؤكد المجلس الأعلى للدولة على أن أي قرار فردي لمجلس النواب هو مرفوض، في حين ستخصص جلسة الثلاثاء لاختيار رئيس الحكومة الجديد في خطوة تثير المخاوف من عودة الانقسام السياسي في البلاد، خصوصا مع عدم تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات في ليبيا بعد تعذر إجرائها في ديسمبر الماضي. مرة أخرى يؤكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري على استحالة القبول بحكومة جديدة دون توافق مسبق بين مجلسه ومجلس النواب على إقرار القاعدة الدستورية للمرحلة المقبلة بعد تعثر إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي. نحن من ناحية المبدأ وافقنا على هذا الموضوع، نحن موضوع الحكومة ليس ذو أولوية مطلقة لنا، لدينا العديد من الملاحظات على هذه الحكومة سواء كانت ملاحظات سياسية أو ملاحظات تتعلق ببعض تهم الفساد الموجهة لبعض الوزارات، لكن في النهاية نحن نقول أن مسارنا الأهم هو المسار الدستوري والمسار الحكومي. من جهة أخرى، عقد عدد من أعضاء مجلس النواب اجتماعا تشاوريا في طرابلس محذرين من حدوث انقسام جديد، في وقت يرى مراقبون أن حدوث أي انقسام جديد يعني تواصل بقاء الأجسام السياسية الحالية لمدة أطول في السلطة. واقع هم عندما يريدون فتح باب الدستور لاستفتاء على الدستور وتعديل الدستور وتعديل الإعلان الدستوري المادة 30 فقرة 12، إذن بالتالي هم يريدون الذهاب إلى أبعد نقطة من أجل إطالة هذه الفترة بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الذي يتحكم فيه شخصان مجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومجلس النواب عقيلة صالح. ومن أبرز المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، وأحمد معتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق. مخاوف من حدوث انقسام سياسي جديد في ليبيا بعد تشبث المجلس الأعلى للدولة بوضع شروط محددة لقبول تغيير الحكومة، في مقدمتها وضع رزنامة انتخابية واضحة وفق قواعد متفق عليها، الأمر الذي ستحسمه جلسات مجلس النواب هذا الأسبوع. رافت بالخير، الحرة، طرابلس. يجيب عن أسئلتنا لليوم ضيفنا من لندن عبر خدمة سكايب الباحث السياسي الليبي محمد تنتوش. مرحبا بك أستاذ محمد، شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة. هل الخلاف الذي نراه اليوم في العلن هو مرده إلى عدم الاتفاق في الكواليس ما بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان أو مجلس النواب الليبي؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة أعتقد أن الخلاف ما بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب يعني ليس يعني جديدا، بل هو خلاف قديم جديد. يعني دائما ما يحاول الطرفان أحيانا الجلوس لعقد بعض الصفقات السياسية فيما يتعلق بتقاسم بعض المناصب السيادية، ولكن دائما ما يختلفون ولا يصلون إلى أي اتفاق ولا تمضي أي من هذه الاتفاقات إلى الأمام. وبالتالي لا أعتقد أن حقيقة المسألة الآن هي خصام مباشر ما بين المجلس الأعلى للدولة وما بين مجلس النواب، على قدر ما هي محاولة من مجلس النواب إلى فرض واقع سياسي جديد ومرحلة انتقالية جديدة حسب ما أتصور. يعني هل كان يجب أن يكون هناك اتفاق يعني تحت الطاولة؟ أعيد السؤال بطريقة مختلفة الآن، قد يخفف لربما من وطأة هذا النزاع العلني. لا، هو احنا نحكوا، احنا ما نحكوش راهو على، لما نتكلم على مجلس الاعلى للدوله راهو ما نتكلموش على يعني نفوذ حقيقي على الارض، او نحكوا يعني على ادوات يقدر هو ياثر بها على مجلس النواب. في الحقيقه اذا ما ركزنا سنجد ان مجلس النواب دائما ما يستخدم مجلس الاعلى للدوله في محاوله يعني ترويج لفكره ان هناك توافق ما بين الجسمين التشريعيين الرئاسيين الرئيسيين او المجلس التشريعي والمجلس التشاوري حسب اتفاق الصخيرات عام 2016 وبالتالي او عام 2015، وبالتالي هي محاوله فقط للترويج ان هناك توافق ما بين الشرق والغرب لا اكثر ولا اقل. يعني واذا ما نظرنا الى حقيقه الامور سنجد ان المجلس الاعلى للدوله لا يملك اي نفوذ على الارض، وانما ما بدا واضحا للمجلس الاعلى للدوله الان ان هناك محاوله للقفز على بعض ما تم اتفاق عليه ما بين الطرفين
ومحاولة استخدامه لا أكثر ولا أقل من قبل مجلس النواب. لكن حقيقة أن مجلس النواب لربما يلقي الحجارة وهو بيته من زجاج. نتحدث عن جلسة مقبلة لاختيار بديل للدبيبة، ومجلس النواب هو ذاته انتهت صلاحيته ومدد لنفسه. ونتحدث أيضا في المقابل على أن وجود الدبيبة هو لم يأتي من فراغ، هو جاء باتفاق أممي وحوار ليبي أيضا. أليس هذا الطرح منطقي يا أستاذ محمد؟ بطبيعة الحال هذا الطرح منطقي. يعني احنا لا نتحدث فقط عن مجلس النواب يحاول اختيار سلطة تنفيذية جديدة لمرحلة انتقالية جديدة، بل أيضا نتحدث حقيقة عن مجلس نواب منقسم على ذاته، وانقسامه أيضا ليس جديد. احنا نتحدث عن فترة الحرب في طرابلس ما بين حفتر وقوات بركان الغضب أو قوات حكومة الوفاق الوطني ما بين 2019 و2020، نتحدث على أكثر من 80 نائب كانوا يمارسون مهامهم من طرابلس، والآن حقيقة هناك أكثر من 40 نائب في موجودين في طرابلس للتشاور، ويبدو أنهم رافضون لفكرة تغيير الحكومة. بطبيعة الحال مجلس النواب ما يقوم بفعله منذ فترة طويلة هو محاولة فرض أمر واقع على هذا الأمر الواقع. أستاذ محمد، الذي يحاول فرضه ألن يقود البلاد إلى عودة مرة جديدة للنزاع المسلح، للصراع، بدلا من الاستمرار بالخيار الذي يبدو وكان هو أفضل، الاستمرار بالحكومة الحالية بوجود دبيبة لأنها نشأت عن القرار الداخلي الليبي وبرعاية أممية. باختصار أرجوك، بقي لدي سؤال آخر أيضا. نعم، أعتقد أن خيار الحرب هو يعتمد على مدى قدرات الطرفين على فرض سيطرة عسكرية على الأرض، وبالتالي أعتقد أن حفتر الآن لا يحاول عدم اتباع هذا الأسلوب، وإنما يحاول تفكيك المعسكر المقابل من خلال التحالف مع بعض الأطراف. يعني نتحدث الآن عن انقسام في الطرف الذي كان معارضا أو يحارب ضد حفتر خلال الفترة الماضية من خلال محاولة يعني تعيين بشاغة في الحكومة محمد الجديدة. هو يحاول الآن تحديد تفتيت داخلي يعني في الطرف. أرجوك بسرعة في أقل من نصف دقيقة، هل تعتقد بأن نصاب جلسة مجلس النواب الثلاثاء سيكتمل أم لا في ظل الانقسام الذي تحدثت عنه؟ هذا يعتمد بطبيعة الحال على يعني مدى تغير التحالفات يعني الشخصية، لأن احنا نتحدث عن أداء فردي لأفراد مجلس النواب، ولا نتحدث عن كتل. ولكن ما يبدو حاليا أن مجلس النواب لن يستطيع الحصول على النصاب القانوني، وبالتالي ولكن لا أعتقد أن هذا سيكون مشكلة لمجلس النواب على أي حال، لأنه سبق وأن اتخذ قرارات يعني بدون نصاب قانوني وحاول فرضها. شكرا جزيلا محمد تنتو، شكرا جزيلا لك مباشرة من لندن عبر خدمة سكايب الباحث السياسي الليبي. شكرا محمد.